بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى الفرض الأول في مادة العلوم الفيزيائية لمستنى مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط، وبالضبط في ميدان الظواهر الكهربائية. وبدون إطالة مع الوضعية الأولى، يقول لدينا أربعة قضبان A, B, C, D غير مكهرباء، حيث A و B من الإيبونيت و C, D من الزجاج. ندلك كل قضيب بقطعة صوف جافة. أولاً، ما هي شحنة كل قضيب بعد الدلك؟ اثنين، ما هي الأفعال المتبادلة بين كل قضيبين متجاورين ومعلقين بخيطين من الحرير في الحالات التالية، ولماذا؟ عندما يتجاور A مع B و A مع C و C مع D و B مع D، وما الذي تستنتجه من هذه الأفعال؟ إذن بدون إطالة مع الجواب على السؤال الأول، إذن لدينا القضبان A B C D والشحن، يعني بما أن A و B من الإيبونيت، فعند دلكهما فإنهما يشحنان بنفس النوع من الشحنة، يعني كل منهما شحنته سالبة. بالنسبة لC و D، بما أنهما من الزجاج، عند دلكهما فإنهما يشحنان بالشحنة الموجبة لكل منهما لأنهما من نفس المادة. الآن عندما نقرب A من B، فإن الجسمان أو فإن القاضبين يتنافران، وعندما لماذا؟ قال علل، لأن شحنتيهما كما ذكرنا متماثلتين، كل منهما سالبة. عندما نقرب A و C فإنهما يتجاذبان لأن شحنتيهما مختلفتان. عندما نقرب C من D أو العكس فإنهما كذلك يتنافران، لماذا؟ لأنهما مشحونان بنفس نوع الشحنة وهي الشحنة الموجبة. عندما نقرب B من D فإنهما يتجاذبان لنفس التبرير السابق لأن شحنتيهما مختلفتان. إذن فما الذي نستنتجه من هذه التجربة؟ نستنتج النقطة الأولى أن التكهرب نوعان أو يتم على نوعين، التكهرب بالشحنة السالبة والتكهرب بالشحنة الموجبة. النقطة الثانية التي نستنتجها أن الجسمان المشحون أن الجسمين المشحونين بنفس نوع الشحنة فإنهما يتنافران، والجسمين المشحونين بشحنتين مختلفتين فإنهما يتجاذبان. إذن هذا بالنسبة للوضعية الأولى. إذن فبدون إطالة نمر إلى الوضعية الثانية. عفواً. يقول إن التيار الكهربائي لا يرى، وخطورة التيار الكهربائي تكمن في عدم رؤيته. أولاً، أعطي رسماً تخطيطياً توضح فيه الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي. ثانياً، ما هي الأخطار الناجمة أو الناتجة عن التيار الكهربائي؟ ثالثاً، ما هي الاحتياطات التي تنصح بها حتى نتفادى الصدمات الكهربائية؟ رابعاً، لحماية الدارة الكهربائية من الإتلاف ماذا نستعمل؟ خامساً، كيف يمكننا التعرف على الطور من الحياد في دارة كهربائية؟ إذن فحينما نتكلم عن الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي في دارة كهربائية، لا شك أننا نتكلم عن التيار المستمر، لأن التيار المستمر هو الذي من خصوصياته ثبات الاتجاه، وهو من الموجب إلى السالب كما هو مبين في هذا المخطط. إذن فالتيار الكهربائي المستمر يخرج، نحن نتكلم عن الجهة الاصطلاحية وليس الجهة الحقيقية. إذن قلت فالتيار الكهربائي يخرج من القطب الموجب للمولد ويسري في الدارة في الأسلاك عابراً أو ماراً بالأجهزة الموجودة في الدارة ليعود إلى المولد عن طريق القطب السالب. هذه الجهة الاصطلاحية، أي أنه عكس الجهة الحقيقية والتي هي
جهة حركة الإلكترونات التي هي كما نعلم من القطب السالب إلى القطب الموجب. إذن هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني، ما هي الأخطار الناتجة أو الناجمة عن التيار الكهربائي؟ فهنا الأخطار الناتجة عن التيار الكهربائي نقسمها إلى قسمين. أولا أخطار على المستعمل وهو الإنسان، هذه الأخطار تتمثل في صدمات كهربائية مختلفة الخطورة. ثانيا أخطار على الأجهزة الكهربائية، ربما نتكلم عن الأخطار على المستعمل بالتفصيل. فمن بينها فقدان الوعي لفترة مؤقتة، من بينها الحروق، من بينها السكتة المؤقتة، من بينها وأخطرها هي السكتة الدائمة بمعنى الموت. إذن هذه هي أهم أخطار التيار الكهربائي على الإنسان. أخطار التيار الكهربائي على الأجهزة تتمثل في إتلاف جزئي أو كلي للأجهزة والمعدات الكهربائية، وأخطار على التركيبات والشبكات الكهربائية، يعني على التوصيل في حد ذاته. إتلاف جزئي أو كلي للتركيبات والشبكات الكهربائية، لذلك ينبغي أن توجد أجهزة للحماية من هذه المخاطر، وهو الوارد في السؤال الذي يليه. ما هي الاحتياطات التي أو لحماية الدار الكهربائية، ما الذي يجب استعماله لحمايتها من التلف؟ إذن قبلها طلب منا أن نأخذ الاحتياطات لتفادي الصدمات الكهربائية. إذن فالاحتياطات التي ننصح بها لتفادي الصدمات الكهربائية هي استعمال وتوظيف المأخذ الأرضي في الشبكة الكهربائية، يعني حينما يلمس الإنسان الأجهزة لا يكون في خطر، ولكي لا يكون في خطر يجب أن يكون لديه التوصيل الأرضي. الوسيلة الثانية أو الإجراء الوقاء الثاني هو عدم لمس أي جهاز بيد مبللة أو يكون حافي القدمين، يعني يستعمل القفازات ويستعمل العوازل من حذاء أو من أي وسائل تكون عازلة لتفادي الصدمات الكهربائية. الإجراء الوقاء الثالث هو عزل أي جهاز عن الشبكة أثناء صيانته، فمثلاً سواء إصلاح الأعطال أو التنظيف. فمثلا إذا أردنا أن ننظف غسالة أو ثلاجة إلى آخره، فيجب عزل وفصل هذه الأجهزة عن الشبكة الكهربائية ثم تنظيفها لتفادي الصدمات. ثم يقول لنا ما هي وسائل الحماية. إذن لحماية الدار الكهربائية من التلف نستعمل المنصهرة لحماية الجهاز، ونستعمل القاطع الآلي أو القاطع التفاضلي لحماية الأجهزة والشبكات. إذن كيف نتعرف على الطور من الحيادي في دار كهربائية؟ يعني الإجراء الأضمن ولا الوسيلة الأضمن للتعرف على الطور هي استعمال المفك الكاشف. وإذا كنا نحترم الرموز النظامية فيمكننا أن نتعرف على الطور من الحيادي بالاعتماد على ألوان الأسلاك. إذن هذا بالنسبة للوضعية الثانية. لنمر إلى الوضعية الإدماجية. يقول في يوم كان راعي الغنم يرعى غنمه، فجأة تلبدت السماء واضطرب الجو وظهر سحاب كثيف أعقبه تساقط أمطار غزير وبرق ورعد. وقد لاحظ الراعي تصدع شجرة كانت على بعد أمتار عديدة منه. واحد، فسر الظاهرة فيزيائيا. اثنين، أذكر الآثار المترتبة عن هذه الظاهرة. ثالثا، لماذا ينصح بعدم الاختباء تحت الأشجار أثناء حدوث العواصف الرعدية؟ رابعا، كيف تتم حماية البيوت من العواقب الوخيمة لهذه الظاهرة؟ فتفسير الظاهرة فيزيائيا، أولا تصدع الشجرة سببه تفريغ الشحنات الكهربائية السالبة نحو الأرض حينما ينشأ
أو ينتج توتر كاف، توتر عالي بين السحابة وسطح الأرض، وينتج عن ذلك شرارة هائلة هي التي تعطي الوميض أو البرق، تؤدي إلى حرق الشجرة وتصدعها، ويكون ذلك متبوع بدوي الذي هو صوت الرعد. فصوت الرعد ما هو إلا صوت البرق أو صوت الشرارة التي حدثت. هنا نوضح، فكيف ينشأ هذا التوتر بين السحاب وسطح الأرض؟ السحابة في وقت ما من حركة السحاب مع الرياح تتأين أو تشحن، بحيث يصير جزءها العلوي موجبا وجزءها السفلي القريب من الأرض سالبا. حينما يبلغ هذا الشحن ذروته يؤدي ذلك إلى شحن القشرة الأرضية، أي تأين القشرة الأرضية، بمعنى يصبح سطح القشرة الأرضية موجبا. ومدام هناك مسافة محددة وتوتر عالي بين الشحنة الموجبة والشحنة السالبة، حتما سيقع الانتقال أو التفريغ، تنتقل الشحنات السالبة من الغيوم أو من السحاب إلى الأرض وبشكل غير نظامي، وإنما تفريغ هائل يحدث على شكل شرارة كهربائية هي التي تتمثل في هذا البرق وهذا الرعد. الآن ما هي الآثار المترتبة عن هذه الظاهرة؟ فالآثار المترتبة عن هذه الظاهرة تتم على مستويين، قد تؤدي أو قد تودي، يعني تهلك بعض الحيوانات أو الأشخاص المتواجدين في جوار مكان الحادث، يعني حيث حدث التفريغ، إذا تواجدت حيوانات أو أشخاص قد يؤدي إلى هلاكه. غير ذلك قد تؤدي إلى حرائق في بعض المناطق، بمعنى إصابة وإتلاف بعض المحاصيل، سواء كانت محاصيل غابية أو محاصيل على سبيل المثال كالحبوب وغيرها. إذن هذه هي. وقد تؤدي إلى على مستوى ثالث إلى تعطل أجهزة الاتصالات اللاسلكية، كأجهزة الاستقبال في الهاتف أو أجهزة الإرسال في الهاتف وفي التلفزة والقنوات الفضائية وغيرها. كما تسبب أعطال أو احتراق في بعض الأجهزة الكهربائية في المؤسسات. إذن هذه هي أهم الأخطار التي تترتب عن حدوث هذه الظواهر الكونية الفيزيائية المتمثلة في الصواعق أو على رأسها البرق. الآن لماذا ينصح بعدم الاختباء تحت الأشجار أثناء حدوث العواصف؟ ينصح بعدم الاختباء كما ذكرنا تحت الأشجار أثناء العواصف الرعدية، لأنها تتحول إلى مصدر خطر باعتبارها هي المكان الأنسب للتفريغ الكهربائي. إذن مثل ما ذكرنا، بما أن هناك توتر بين السحابة وسطح الأرض، فإن أحسن مكان للتفريغ هو المناطق المرتفعة أو المدببة كقمم الجبال وكالأشجار والبنايات وغيرها. إذن فيؤدي إلى إصابة الكائن الحيواني أو البشري الموجود بجوارها. الآن كيف تتم حماية البيوت من العواقب الوخيمة لهذه الظاهرة؟ إذن تتم حماية البيوت باستعمال أعمدة معدنية بجوار البناية أو فوقها، بحيث تكون موصولة بحبال معدنية، أي نواقل من النحاس مثلاً، يتم توصيلها بقضبان معدنية تدفن في القشرة الأرضية، يعني مثل الطريقة مثل المأخذ الأرضي تماماً. إذن على عمق معتبر ليتم التفريغ الكهربائي عبرها بدل التفريغ عن طريق البناية، وبالتالي تكون البناية في مأمن من هذه العواصف. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.